السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني في الحصة ديال اليوم غنهضروا على على بعض لي ستايل. مثلا بغينا نكتبوا شي تيكست كغا، مثلا يعني كنستعملوا لا باليز بي، ديرو فيها مثلا تيكست كغا، كتشوفوا انها طاحت يعني كغا ماشي نورمال. كوم مثلا تيكست سامبل، تيكست سامبل مالك يعني سامبل. عندنا اوسي يعني ايطاليك، تكست ايطاليك كنديروها في الباليز اي، تكست ايطاليك يعني كتشوف انا ايطاليك يعني مايله. عندنا اوسي ان تكست سوليني كنديروها في الباليز او، تكست سوليني. انا اوسي لي زانديس كنديروهم في سوب، مثلا بحال هكا. مثلا امتى غتبان لينا؟ ملي غنديرو هنا مثلا واحد تيكست، مثلا بان لينا انه تيكست جوج مثلا انديس ديالها. عندنا اوسي les exposants، مثلا نديرو هنا تيكست، نديرو سوب ولا سوب، نديرو ليكسبوزونت مثلا 5. كتشوفو انها بحال مثلا هادي كنستعملوها، مثلا نديرو هنا 10 أس 5 مثلا، اللي كان 10 أس 5 مثلا. هادي باش تبان لينا مزيان غنديرو مثلا او، مثلا او مثلا سي او دو، كما كان قرينا في الفيزياء سي او دو هيك. يعني هذا بالنسبه لي باليز ديال ليكسبوزونط وديال لانديس. هنا اوسي باليز سونتر، يعني مثلا هذه نحطو فيها هذا الشيء كامل اللي درناه هنا، شوفوا انه كامل مشى للسنتر. انه سي لا باليز ديف، بالنسبه لهاد لي ديف يعني كتقسم لينا لي بارتي. مثلا هادي بزاف غتنفعنا ملي غنخدمو سي اس اس. مثلا بغينا هاد البارتي ديف، مثلا هاد الديف مثلا نديرو فيها، مثلا نديرو فيها هاد الجوج، وندير واحد ديف اخرى نديرو فيها مثلا هاد جوج اخرين. والهدف ديالنا اننا نتحكمو في الستايل ديالهم. مثلا بغيت هاد جوج مثلا يكون عندهم نفس الستايل اللي كتبها ونفس سميتو، كنطبقوه على هاد الديف. يعني كنعطيو هاد شي كلاس، مثلا هاد الشيء نهضروا عليه في سي اس اس، كنعطيو هاد شي كلاس ولا شي اي دي ونخدمو عليه في سي اس اس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.